بالذات هذا النشيد الذي أبدعه شاعر ثورة مفدي زكريا، ونحن نعيش يوم وفاته، هذه يوم وفاته الذي جعل من هذا اليوم يوم الشعر والشعراء. شيء عظيم النشيد الوطني قسما والله الإلياذ تاعو، باش تشوفوا الجزائر والجزائريين بما هم يعني قادرون من ناحيه الابداع في جميع المجالات. النشيد الوطني قسما وحده زعزع العالم كله، وحده خلى الحمد لله ابائنا المجاهدين، ابائنا الشهداء رحمهم الله، يعني يزيدوا يتقووا اكثر فاكثر ويوصلوا للنتيجه اللي وصلنا لها. ونحن اليوم رانا لهنا هذا بفضلهم رحمهم الله، فاطر عمر هؤلاء الذين ما زالوا معنا، نستلهم من ذكراهم ومن يعني جهادهم هنا وهناك. نحن هنا بالبويره، تشاء الصدف اليوم كمدير حملة ان ابتدئ هنا بالبويره. أول كما ابتدأت هنا في بويرة في ما يسمى مساري المهني. نذكر بعد إحداث بويرة كولاية في 76، كان هذا شهور قليلة من اللي تنصبت، ما رانيش نشوف الناس اللي كانوا كبار يتذكروا هذا، والله اللي كان يعني نجم نشوفوهم. أنا كبير فيكم بيضرني. في 76، في 76 اللي نذكره في وقت بوم هادي بن يوسف الله يرحمه، سليمان جدا، علام عمار، قارة، علي ساعد، والمحافظ ذاك كمال بوشامة أعطى الله في عمره إلى موجود في سوريا، وأخرين ما زالوا على قيد الحياة، نتمناو لهم إن شاء الله حياة طويلة، واللي ماتوا ربي يرحمه. إذا كما بديت لهنا في بويرة راني اليوم نبدا نفتتح اذا المسار هذا المحدود الزمن، ولكن كله نشاط، وكله ان شاء الله التقاء مع وجوه نيره راضوا ان يكونوا من ضمن اذا الفريق الذي سيساهم في انجاح مرشحنا قناعه. اذا ايتها السيدات ايها الساده مساندي عبد المجيد تبون المرشح الحر المنظمين في منظمات، في احزاب، في تنظيمات، في نقابات، واللي راه نشوف فيهم لهنا الكل، نظن لكان اختاروا باش يكونوا معاه لا لشيء فقط لانه برهن انه الرجل الذي حين يلتزم يجسد. برهن ان ما قاله في حق الفئات المحرومة، ما قاله في حق الشباب، ما قاله في الناس اللي كامل يحتاجوا باش يعطيهم عناية، نظن خصصهم في البرنامج تاعو في 54 التزام. كل هذا لو كان ترجعوا الالتزامات تاعو وتشوفوا السياسات العمومية تاعو اللي قام بها كلها إذا تجسيدا لالتزاماته. هذه الالتزامات هي التي جعلت المواطنين يحترمونه أكثر فأكثر. ما كانش مجلس والوزراء وما كانش اجتماعات للحكومه وما نتكلموش اساسا الا على هذه الالتزامات وعلى تجسيد هذه السياسات. وكل مره قبل ما نبداو نشرعوا في اجتماع يشوف ماذا تحقق، وكأن الوقت مسارعه باعتبار ان عودته كانت نوعا ما استثنائيه خاصه، بدأت بهذه الفترة الطويلة مع الأسف الأزمة التي عاشها العالم كل الأزمة الصحية الكوفيد. إذا شوية خلاته ما ممكن ما ينطرقش كما كان يريد، وبعض ثاني كذلك من الظروف على المستوى العالمي كالحرب ما بين أوكرانيا وروسيا وتبعاتها من ناحية الاقتصاد، تبعاتها السلبية من ناحية الاقتصادية، ودول الجوار التي تعرف ذلك بعض من الصعوبات، وتكالب القوى الأجنبية التي لا تريد أن الجزائر تخرج من الصعوبات التي كانت تواجهها. إذن هو واجه كل هذه الصعاب وفي ظرف وجيز
حقق ما كان يتمناه المواطن والشيء اللي لازم. فلذلك نعرفه أنه أرجع للجزائر مكانتها وأرجع للجزائر قوتها وأرجع للجزائر هيبتها. كل ما يتكلم إلا والجزائر هي في صلب اهتماماته، لأنه يؤمن بقدراتها، يؤمن بإمكانياتها، يؤمن بطاقاتها البشرية. إذا أراد أن يوظف كل هذا الشيء هذا الذي لم نكن نعرف أن نوظفه أحسن توظيف، أراد أن يوظفه حتى نقوي وحتى نحصن الجزائر، وأعتقد أنه أصاب في الكثير من الأمور. الآن الإنجازات هي معروفة، الإنجازات هي التي تمكننا نحن اليوم أن يعني نبادر وأن نشرع في يعني إبرازها من جديد، ولكن لازم نتماشاو مع ما نتائجها اللامتناهية لفائدة الفئات تاع كل المواطنين أينما كانوا وحيثما وجدوا. احنا رانا لهنا في البويرة، أنا سبق لي وأن زرتها في مناسبة وأخرى. عندما كنت أتابع ملف مناطق الظل، ربما لهنا إخوان بزاف رانا شفناهم، عندما كنت أتابع بالنسبة للوحدات الصناعية في المناطق الصناعية إعادة تنشيط الوحدات التي معظمها كانت متوقفة لا لشيء فقط لأمور يعني بيروقراطية. عندما كذلك في ظروف صعبة زرتها لأن في قراها ومداشرها فالحرائق. إذا لكن كنا نقوم كل هذا بحرص منه، بحرص منه. كان أول ملف فتحه وأمام الملأ وأمام كل الحاضرين، وكانت له الجرأة والشجاعة الكافية لأن يبرز النقاط السلبية التي كنا نعيشها خاصة في مواقع عدة في كل الولايات حتى في الجزائر العاصمة. بينا بلي الجزائر ماشي هي اللي يحبها هو، بينا بلي الجزائر ماشي هي اللي يرغب فيها المواطن، بينا بلي الجزائر ماشي هي اللي أوصى عليها المجاهدون والشهداء رحمهم الله. قال غير ممكن ابدا بعد قريب 60 سنه من الاستقلال ما زلنا نعيش هذه الاوضاع على مستوى المداشر وعلى مستوى القرى. الناس كانوا والبعض هنا كنا نسمعوا وين تروح تقول لك اننا ما اديناش استقلال. هل نقبل مثل هذه العباره على مستوى ما هذه المناطق؟ هل نقبل ان الجزائريين يعيشوا مثل يعني يوصلوا العيش كما كانوا يعيشوا؟ غير ممكن ابدا. اذا جعل من هذا الملف اولويه الاولويات وحرص، وربما كلكم تذكروا الفيديو هذاك اللي وراها في الاجتماع الاول مع الولاد مع الحكومه، كلهم وراو المظاهر هذه السلبيه، وقال نحب في ظرف سنه الاوضاع تتغير. بالنسبه للمواطن لازم يكون يعيش العيش الكريم، العيش الكريم حيثما كان واينما يوجد. فكانت الحمد لله شق الطرقات الى هذه المداشر حتى نسهل التنقلات، فكانت كذلك التغطيه الصحيه اللازمه. كانوا اخرين احيانا المراه كي تحب تزيد ما تلحقش المصحه اللي متواجده ربما على 10 20 كيلومتر على وقت ما كانش المسلك. فكانت تحسين ظروف التمدرس لابنائنا، وكانت يعني اشياء كثيره وسائل الترفيه. انتم كنتم تعرفوا ما هي ما كانت عليه هذه القرى وما هي عليه اليوم. اينما تذهبون ستجدون ملامح. اذا الريف تغيرت، لانه عبد المجيد تبون اقر في 2019 ان يغيرها، ووظف كل ما كان في وسعه ان يوظف، وكان مقتنع ان بالجزائر امكانيات وان القضيه قضيه حكمه وقضيه تصرف وقضيه يعني حوكمه كذلك لاستعمال الوسائل المتواجده لتغيير هذه الاوضاع. وحقيقه نظن حتى لا ما نقولوا ما وصلناش 100% 95% 90% نقولوا. المهم هو انه غير الكثير، والان العمل هذا متواصل. بالنسبه لمناطق الظل الملف طوي، ولكن هنا وهناك ما زال بعض من المظاهر السلبيه راس يواصلها ما دام الالتزام تاعو باقي. قال تحسين اوضاع مواطنينا وجعلهم يعيشون العيش الكريم،
ما زال في البرنامج هذا اللي يقدمه يواصل هذا العمل. اهتمامه كذلك بالفئات الهشة لازم يجعل منهم عناصر فعالة، عناصر قادرة أن